يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس عندنا يقسمون بوالديهم أو غيرهم، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يعدون من المشركين؟ هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا شرك، شرك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. لكنه شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم.